بالنسبة لموضوع الزيادة السكانية من وجهة نظري إن القانون لا يجزي معها أو سياسة حكومة، وأقرب مثال سياسة الحكومة الصينية اتجاه الزيادة السكانية، فهي بعد ما كانوا بيحدوا من الزيادة السكانية وأثبتت فشلها دعوا إلى الزيادة السكانية ودعوا الشعب الصيني إن يولد أكثر من طفل. فمن وجهة نظري أن موضوع زيادة السكانية بتصدى لها بالفكر وليس بالقانون أو بسياسة حكومة، لأن ده قرار أولا وأخيرا فردي، لأنه خاص بحقوق الإنسان وحقوق الإنجاب، ولكن كل ما في الأمر أنه هو يتم توعية وتثقيف الشخص اتجاه الإنجاب، يعني وعي وثقافة سواء من ناحية الدراما أو من ناحية وزارة الثقافة إن الإنجاب مش مجرد واجب وطني زي ما بيقولوا، لا، الإنجاب ليكون قد المسؤولية ويكون قادر على تربية الأطفال لخلق مجتمع واعي وليس زي ما بنشوف البعض معقد أو في مشاكل نفسية، فالحد منها الوعي والثقافة.